أشيع في الفترات الأخيرة أن هناك مرتزقة من النمسا يقومون بالمحاربة في صفوف أوكرانيا أو روسيا، ولقراءة أكثر عمقا والتعليق على هذا الخبر تنضم إلينا من أمام وزارة الخارجية الزميلة بثينة سلام. بثينة أهلا بك. أهلا ممدوح. حدث جدل في الفترة الأخيرة بثينة حول بعض الأشخاص من النمسا يشاركون كمرتزقة في الحرب الأوكرانية الروسية، حدثينا أكثر عن هذا الخبر، وهل هناك ردود من وزارة الخارجية النمساوية عن حقيقة هذا الأمر؟ تفضلي بثينة. نعم ممدوح، مثلما تحدثت وبداية نحن الآن أمام وزارتي الداخلية والخارجية، وبشأن الجدل الذي حدث مؤخرا نتيجة أو حقيقة أن أشخاص نمساويون يشاركون بالفعل في الحرب الأوكرانية، وذلك إلى الآن لم تصدر أي أرقام واضحة من السلطات النمساوية أو من سفارتي أوكرانيا وروسيا في النمسا. وقامت في الفترة الأخيرة أيضا أن كثير من الأشخاص الأجانب كمرتزقة يشاركون في الحرب الأوكرانية، وذلك خاصة بعدما أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي بتشكيل فيلق دولي للمتطوعين للمشاركة في حرب أوكرانيا، وتتبع روسيا نفس النظام فعلا، وهي تستخدم مرتزقة أجانب في المشاركة في هذه الحرب. ولكن قامت وزارة الخارجية بالرد على ذلك، وأعلنت لوكالة الأنباء النمساوية أن بالفعل تقدم الكثير من الأشخاص النمساويين وتوجهوا إلى الوزارة وقاموا بالأسئلة والاستفسار عن العواقب نتيجة الانضمام إلى الخدمة العسكرية خارج النمسا، وأشارت لهم الوزارة وأبلغتهم بأنه أي شخص يقوم بالانضمام أو التطوع إلى أي خدمة عسكرية خارج حدود النمسا سوف يتعرض إلى سحب جنسيته، وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الجنسية. وأيضا هذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين يشاركون في أي حروب أو ينضمون لأي مجموعة مسلحة والمشاركة في أي عمليات قتالية يحرمون أيضا من الجنسية. وأيضا وفقا لقانون اللاجئين أو أي أشخاص لاجئين يتمتعون أو لهم الحق في الحماية في النمسا يفقدون بالفعل حق الحماية الخاص بهم إذا قاموا بالاشتراك في أي من هذه العمليات القتالية، وذلك وفقا اتفاقية جنيف التي تم الاتفاق عليها عام 1951 برعاية الأمم المتحدة، أن هؤلاء الأشخاص إذا شاركوا في أي نزاع مسلح أو أي جرائم ضد الحرب أو ضد الإنسانية أو أي انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة سوف يفقدون حق الحماية الخاص بهم في النمسا. وطبعا كان هذا هو رد الفعل بالنسبة أو الردود التي جاءت من وزارة الخارجية. بثينة، ولكن ما هي ردود الأفعال أو الردود الدبلوماسية من سفارتي روسيا وأوكرانيا على هذا الأمر؟ هل السفارات أكدت وجود بعض المتطوعين من طلبوا الالتحاق بهذه الحروب أم لا؟ ما هي ردود السفارات على وزارة الخارجية؟ نعم ممدوح، قامت وزارة بالفعل تقوم أو تعتمد أوكرانيا بشكل خاص باستخدام الكثير من المرتزقة الأجانب، وذلك بعدما تم إنشاء موقع خاص بأوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الإنترنت يقومون بطلب كثير من الأشخاص المرتزقة للمشاركة في الحرب، ولا تريد بالفعل السفارة الأوكرانية في النمسا بتقديم أي أرقام خاصة بهذا الشأن، ولكن جاءت وردت أرقام بالفعل وتقارير من السفارة الأوكرانية من كييف بأنه قام حوالي 20,000 شخص تقدموا للتطوع للمشاركة في هذه الحرب ولكن طبعا من 52 دولة أجنبية. وعلى الجانب الآخر تحدث أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استخدام أو إرسال متطوعين أو جنود مرتزقة لدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، وتحدثت أيضا السفارة الروسية عن أشخاص توجهوا بالفعل إلى السفارة ليقدموا الدعم ولتقديم بعض الطلبات للمشاركة في هذه الحرب، ولكن
أعلنت السفارة الروسية بأنها التزمت بشكل صارم باتفاقية فيينا التي تم الاتفاق عليها عام 1961 وفقا للعلاقات الدبلوماسية، أنها قامت برفض تجنيد أي من هؤلاء الأشخاص، وقالت واعترفت بأن الدولة النمساوية تقوم بمراقبة مثل هذه الأنشطة، لا سيما أيضا من السفارة الأوكرانية، وأنها سوف تقوم بالرد بشكل سريع جدا على هذه الانتهاكات. وأيضا لكن أيضا بالفعل تعتمد روسيا على مرتزقة أو مقاتلين من الشرق الأوسط، كما أيضا أشار المرصد السوري مقره الأمم المتحدة أن يوجد تقدم بالفعل حوالي 40,000 سوري للمشاركة في هذه الحرب إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا، وبالفعل تم قبول حوالي 22,000 من هؤلاء المقاتلين حتى الآن. وأيضا بحسب المرصد تم تعيين حوالي آلاف المجندين السوريين في مجموعة المرتزقة سيئة السمعة كما يقولون، كما ورد من وزارة المرصد أنه حتى لم يرصد أي سوريين توجهوا بالفعل إلى أوكرانيا للحرب هناك، وكما نفى أيضا مسؤول ولكن لا يوجد أي إثباتات أن هناك مرتزقة من النمسا سافروا بالفعل وقاموا أو يقومون الآن بعمليات القتال في يعني ممدوح بالفعل بهذا الشأن أوكرانيا. إلى الآن بهذا الشأن إلى الآن توجه برلماني في FBO كريستيان هافن إيكا بسؤال برلماني لوزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ لمعرفة هل بالفعل يوجد نمساويين توجهوا بالفعل إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب هناك، وكم عدد هؤلاء الأشخاص، وكيف تتصرف الحكومة الفيدرالية تجاه هذه الأنشطة وتجاه هذه كل الأشخاص الذين يتوجهون إلى أو يشاركون في هذه الحرب. ولكن قال أيضا البرلماني في FBO كريستيان هافن إيكا أن النمسا دولة محايدة، وأن أي شخص يقوم بالتجنيد في الخدمة العسكرية أو الاشتراك في هذا الفيلق الأوكراني سوف يتم سحب جنسيته. طيب سؤالي الأخير بثينة، ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية للحد من هذا العمل؟ طبعا ممدوح قامت وزارة الخارجية بالفعل ببيان مفاده أن على جميع السفارات الأجنبية المتواجدة في النمسا أو متواجدة في فيينا باحترام القوانين النمساوية وعدم السماح وحظر أي أشخاص يقومون بالتقديم في هذا الفيلق الأوكراني، وأن أي شخص يقوم بتجنيد نفسه في هذه العمليات القتالية أو الاشتراك في أي نزاع مسلح يجب أن تسحب جنسيته على الفور. وأشار أيضا البرلماني أن هذه الحرب بما سببته من عمليات مأساوية ومعاناة إنسانية أن هذه يجب أن تنتهي هذه المأساة على طاولة المفاوضات في أسرع وقت. وأيضا بمجرد أن عرفت السفارة الأوكرانية هذه الأحداث قامت على الفور بعدم تجنيد أي متطوع في هذا الفيلق الدولي الذي أنشاه الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وقالت وزارة الخارجية إن السفارة الأوكرانية قامت بالفعل فورا بحذف جميع المنشورات من على جميع المواصل التواصل الاجتماعي الخاصة بالتجنيد في هذا الفيلق الدولي. وقالت الصحيفة أيضا بأنه من المشكوك أن يساهم تجنيد مرتزقة أجانب في إنهاء هذه الحرب. أيضا علق أيضا الإعلامي ثائر الناشف على هذا الوضع أنه لربما أن يكون هؤلاء الأشخاص الذين يطلبون التجنيد في هذا الفيلق الدولي ربما يكون ليسوا أشخاص نمساويين، ربما يحملون الجنسية النمساوية ولكن ليس يكون ربما من أب نمساوي أو أم نمساوية. نعم. وأشار أيضا الإعلامي أن من يستخدم هذا النوع من التجنيد كتصدير مرتزقة إلى الدول الأخرى هي الدول الفقيرة ودول الشرق الأوسط، ربما يكون لديهم خبرة عسكرية أو ربما يكون لكثير من الأشخاص بعض
يعني بعض زي ما نقول انه عندهم رغبه في الحرب رغبة. والدخول في هذه بالضبط الدخول في هذه الحروب، وكل واحد له رغباته في نعم. ان هو يشارك في حرب باي شكل او للدفاع عن اي عقيده معينه ايا كانت. الزميلة بوسينة سلام كنت معنا من أمام وزارة الخارجية، هنعود ليكي بعد اجتماع الجيكو، يمكن أنت قريبة من المستشارية اللي بيعقد فيها الاجتماع، هنعود مرة معاكي مرة أخرى لتطلعينا على آخر المستجدات في قرارات الجيكو ووزارة الصحة فيما يخص كورونا في الأيام القادمة. شكرا لك بوسينة، ونعود ونلتقي بك مرة أخرى. العفو.